كل راجل مننا بيقف في مفترق طرق كل شوية في حياته المهنية وحياته الخاصة، ولازم يختار، والاختيارات دي بتتوقف على مبادئ وقيم أساسية في حياته. مثلاً بالنسبة لجمع الفلوس والأسرة، أنا خلصت هندسة القاهرة وكنت عايز أتجوز بسرعة، قلت أشتغل في البترول عشان أعمل فلوس وبسرعة. خلصت في يوليا، النتيجة طلعت في سبتمبر، أنا في ديسمبر كنت شغال. اشتغلت في واحدة من أكبر شركات في العالم في البترول، وكنت مهندس موقع في الصحراء والبحر وكده كم سنة، وبعدين اتجوزت وخلفت، أخدت خبرة كبيرة، وكل ما الوقت يعدي أكبر وفلوسي تزيد والإغراءات بتزيد، بعدت عن أهلي وعن أصحابي وعن مجتمعي، وبقيت عايش في الشغل بعيد عن كل حاجة أكني في السعودية كده، وبنزل كل شهر أسبوع. سألت نفسي بقى، أكمل في البترول وفلوسه ودولاراته والتكنولوجيا والسفر والطيارات، ولا استقيل وارجع بقى أقعد في القاهرة مع مراتي وبنتي وكنيستي؟ المرتب في القاهرة عشر المرتب في الصحراء، الشغل مرهق وخطر لكن فلوسه كتير وحلوة، ممكن تشتري عربية ليك وعربية لمراتك وشقة وشاليه ومصيف كل سنة في أوروبا. الحيرة كبيرة ومفترق الطرق صعب جدا. قررت أستقيل وسط تعجب كل الناس اللي حواليا، قلت أنا همشي ضد طيار إغراء الفلوس والمنصب والتكنولوجيا وكل الإغراءات ديت، في سبيل إن أنا أكون عايش مع مراتي وبنتي وفي كنيستي ومع أهلي. لازم أسأل نفسي كده، بجد إغراءات المال والفلوس تخليك تسيب الدنيا وكنيستك وخدمتك وناسك وقرايبك وتروح تجري ورا فلوس، ولا في مفترق الطرق الصعب ده تختار إنك تفضل الأسرة والحياة المستقرة والكنيسة والحياة مع ربنا عن الفلوس والإغراءات التانية؟